وفي ظل التوترات الإقليمية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية بدء السفن البحرية الروسية والسفن الإيرانية والصينية مناورات بحرية مشتركة حزام الأمن البحري 2024 في خليج عمان. وتشارك أكثر من 20 سفينة في التدريبات البحرية لروسيا وإيران والصين بحسب الوزارة. كما أشار البيان إلى أن ممثلي القوات البحرية لأذربيجان والهند وكازاخستان وسلطنة عمان وباكستان وجنوب أفريقيا سيشاركون لأول مرة في التدريبات بصفة مراقبين. بدورها قالت وزارة الدفاع الصينية في بيان إن التدريبات تهدف إلى الحفاظ على الأمن البحري الإقليمي بشكل مشترك، لافتة إلى أنها سترسل سفينتين مزودتين بصواريخ موجهة وسفينة إمداد للمشاركة في التدريبات. وأشارت وكالة التسنيم الإيرانية إلى أن هذه المناورات تهدف لتوسيع التعاون المتعدد الأطراف بين الدول المشاركة. لخليج عمان أو بحر عمان أهمية استراتيجية تجعله يهيمن على 40% من حركة ناقلات النفط في العالم. نتابع هذا التقرير. خليج عمان بحر يربط بحر العرب بمضيق هرمز والخليج العربي، ويمتد عبر 545 كيلومتراً. يحاذي خليج عمان باكستان وإيران من الشمال والإمارات من الغرب وعمان من الجنوب. يعد الخليج ممراً بحرياً للشحن الدولي، ويستحوذ على 40% من حركة نقل صادرات النفط في العالم. يشتهر خليج عمان بانتشار الموانئ الاستراتيجية على ضفافه، من ميناء حاويات خرفكان الإماراتي إلى أكثر من 4 موانئ عمانية، وأشهرها ميناء مسقط وميناء جوادر الباكستاني.